اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن هاني العجيزي. ازيك كابتن هاني؟ كابتن اسلام ازيك حبيبي؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام، كله تمام، كله زي الفل. سريعا جدا، انا مش عايز اتكلم على مباراه سان داونز ولكن اخد رايك. طبعا طبعا مباراه سان داونز خلاص يعني مباراه صفحه واتقفلت. برافو عليك، دي اول حاجه. تاني حاجه اللعيبه لازم يبقى عندها رد فعل، لان طبعا شفنا الهجوم الكبير من بعض الجماهير على السوشيال ميديا على بعض اللعيبه بتاعت لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني والاداره، وده طبعا ما كناش متخيلين الموضوع هيوصل بالشكل ده بالضجه الكبيره اللي حصلت دي. انت ممكن يبقى في نقد في فرق بين النقد البناء والنقد الهدام. انت نيتك فيها ايه؟ ان انت عايز تهدم النادي، او ان انت في سبب معين ان انت بتتكلم عليه؟ بس معروف ان في بعض من النقاد والاعلاميين بيبقى ليهم دور في النادي الاهلي، ضد النادي الاهلي بالظبط يعني. لكن طبعا الناس كلها عارفه مين اللي بيبقى حابب النادي يقف على رجله، والناس اللي حتى اللي بتنقد بشكل بالشياكه او بشكل كويس، مفيش مشكلة، على اساس على اساس ان النادي يقف على رجله تاني، او اللعيبه بعض اللعيبه تشوف الكلام ده وتحاول ان هي تقف على رجليها تاني وتلم نفسها تاني بأي مكسب يجي. لكن طبعا الكرة دلوقتي في ملعب اللعيبة، اللعيبة هي اللي حطت النادي في الموقف ده، وأنا شايف ومتأكد يعني دي مش أول مرة النادي الأهلي يمر بالموقف زي ده. أنا متأكد إن اللعيبة حتى لو ربنا ما كرمناش وإن احنا صعدنا، لكن لازم يبقى في حتة الروح يا كابتن إسلام، لازم تبقى موجودة، لازم تبين للناس إن أنت خرجت يعني يعني فيش توفيق، لكن انت من جواك لازم تبقى للناس كلاعب انت يعني. كلاعب في الملعب. احنا طول عمرنا يا كابتن اسلام في ماتشات كتيره بنخسرها او بطولات بتخسرها، لكن انت روحك في الملعب عامله ازاي؟ هي دي اللي بنتكلم فيها. يعني معظم الناس اتكلمت فيها ان حتى حته الروح مش موجوده، يعني او مش موجوده قليله بنسبه مباراه سان داونز. صح بالظبط. لكن انت في حاجات بتعوض الفنيات، يعني احنا زي ما اتكلمنا قبل كده قلنا فنيات لازم تعوضها بروحك في الملعب، وده اللي متعودين عليه طول عمر لعيبه النادي الاهلي. طول ما فيش توفيق، لكن الناس بتشايفه ان انت عملت عليك في المباراه، عندك روح. لكن ممكن الكره مش عايزه تخش، ممكن في اسباب ما ان هي ربنا مش كرمك في المباراه دي. لكن زي ما قلت لك يا كابتن اسامه، المباراتين الجايين دول حياه وموت بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، وانا متاكد ان هم يعني اللعيبه في المواقف دي بتبان. صحيح، ولعيبه النادي الاهلي الخامة لعيبه النادي الاهلي بتبان في المواقف اللي زي دي. بس طيب قبل ما نكمل كلامنا مع كابتن هاني العجيزي، خلونا نروح لزميلنا فاروق صلاح من على التليفون بس نطمن على لحظات وصول البعثه وبعثه النادي الاهلي الى الكاميرون، وايه الاخبار والفندق والدنيا عامله ازاي هناك. ازيك يا فاروق؟ الحمد لله على السلامه. برحب بيك يا كابتن مصر كابتن اسلام، وبرحب بالكابتن هاني العجيزي، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. طمنا ايه الاخبار؟ ويعني اللي انا عرفته ان او شفنا فيديو منذ قليل لوصول بعثه النادي الاهلي الى المطار في الكاميرون. يعني خلينا اقول لحضرتك، احنا حاليا بكلم حضرتك من فندق الاقامه خلاص، ويعني تقدر تقول ان الفندق الاقامه بيبعد عن المطار 5 دقائق من مطار جروه الى مقر اقامه فريق النادي الاهلي. ده احد الفنادق يعني اللي تم افتتاحه مؤخرا، يعني هذا الفندق كابتن سام كان تم افتتاحه منذ شهرين بالتحديد، اللي بيقيم فيه بعثه فريق النادي الاهلي. زي ما قلنا ان هو بيبعد عن مطار جروه ب5 دقائق. طبعا الفريق كان وصل يعني منذ 45 دقيقه في مطار جروه، كان في استقبال بعثه الفريق النادي الاهلي معالي السفيرة داليا فايز سفير جمهورية مصر العربية لدى الكاميرون، اللي قامت تعبا بانهاء كافة الإجراءات، وطبعا بالتنسيق مع الكابتن سيد عبد الحفيظ والأستاذ طارق أرجيل رئيس البعثة والكابتن سمير عدلي، اللي طبعا يعني قايمين بدور كبير جدا. لو برضو أقرب لحضرتك إن تفاصيل اليوم، إحنا كان الفريق أدى تدريب صباحا في تمام الساعة 9 على ملاعب جامعة بريتوريا، وكان ده التدريب الأخير لفريق النادي الأهلي قبل التوجه الى يعني العوده الى مقر الاقامه، ومن ثم التوجه الى مطار جوهانسبرغ واستقلال طائره خاصه. رحله طيران استغرقت 5 ساعات ونصف. على متن الطائره طبعا يعني مستر مارسيل كولر قاعد بيتابع بيتفرج على كافه الامور، بيدرس فريق القطن الكاميروني، احاديث طبعا ما بين اللاعبين، وخلاص يعني النهارده المسلكه معنا كابتن اسلام من تدريب فريق النادي الاهلي، خلاص في روح معنويه مختلفه وجديده عند لعيبه النادي الاهلي.
لاول مره من بعد مباراه ماميلودي سان داونز تشوف مستر مارسيل كولر في ابتسامه على وجهه. طبعا خلاص التركيز كله بقى في مباراه القطن الكاميروني. كان ليا حديث مع بعض اللاعبين طبعا قال لك لا احنا المباراه دي ان شاء الله تكون بدايه مصالحه لجمهور النادي الاهلي ونحاول ان احنا نفوت في اللقاءين وننتظر ان شاء الله يعني المباراه الاخرى، لكن هدفنا الاول احنا نفوز ان شاء الله في مباراه القطن الكاميروني. ده الهدف اللي شغال عليه لاعبي النادي الاهلي. يعني انا بكلم حضرتك دلوقتي احنا في المقر فندق الاقامه كان ساعتها يعني تم تسليم كل اللاعبين، لاعبين صعد كل لاعب الى يعني للغرف حاليا. اللي يعني الاستاذ طارق قدير طبعا متواجد مع معالي السفيره داليا فايز على التنسيق لكافه الامور. الامر بقى المهم جدا يا كابتن اسلام، يعني انا بكلم حضرتك حاليا طبعا التوقيت في جروه في مصر حاليا متقدم بساعه عن جروه، اكيد التوقيت عند حضرتك حاليا 11 ل 10، التوقيت هنا في جروه 10 ل 10. في التوقيت ده درجه الحراره حاليا يا كابتن اسلام بتتكلم في 33 درجه مئويه، يعني درجه حراره عاليه جدا. درجة الحرارة بالنهار بتتراوح ما بين 42 ل 44 درجة مئوية. اعتقد يعني الطقس صعب جدا وطقس حر جدا، بس ان شاء الله لعيبة النادي الاهلي تكون في كامل تركيزها يعني ان شاء الله في هذه المباراة. طيب برضو من خلال الكلام اللي احنا سمعناه وعارفينه ان فريق القطن الكاميروني او ادارة فريق القطن الكاميروني هتفتح الاستاد مجانا للجمهور، وايضا يعني اتكلموا مع المدرب انه في حاله خسارته او تعادله مع النادي الاهلي سيكون او هيتم اقالته، اتكلموا ايضا رصدوا مكافئات كبيره جدا للاعبين. هل ده واصل للاعبتنا ولا لا؟ بص يا كابتن اسلام، يعني هو واصل للاعبين هذا الكلام، يعني عمليه ان المسؤولي النادي القطن الكاميروني قرروا فتح ابواب الاستاد للجماهير. خلاص بقت يعني تقدر تقول طريقه او وسيله كل الفرق اللي هتلاعب النادي الاهلي، وصل هذا الكلام للاعبي النادي الاهلي. ايضا المدير الفني لفريق القطن الكاميروني بعض طبعا المصريين او الزملاء الموجودين هنا اكدوا لنا طبعا ان الامور ما بينه وما بين اداره نادي القطن الكاميروني مش يعني مش على افضل ما يكون. خلاص يعني نتيجه الهزايم في المباراه السابقه في دور المجموعات يعني تقدر تقول خلاص يخليها اداره القطن الكاميروني زي ما حضرتك قلت منتظره لقاء الاهلي، لو قدر ان هو يحقق نتيجه ايجابيه، وده اللي احنا ان شاء الله ما نتمناهوش. احنا نتمنى ان هو يمشي من دلوقتي يا كابتن اسلام ان شاء الله. طبعا يعني فلعيبه النادي الاهلي ان شاء الله يكونوا قادرين ان شاء الله على تحقيق الانتصار في هذه المباراه باذن الله. عايز برضه اقول لحضرتك ان صباحا هيكون طبعا في الاجتماع الفني الخاص بالمباراه، وايضا يعني هيكون في التدريب او المؤتمر الصحفي للمستر مارتن كولر وايضا المدير الفني لفريق القطن الكاميروني، هيكون في تمام الساعه 5 للمدير الفني للقطن الكاميروني و5 ونص للنادي الاهلي، وايضا هيكون التدريب للنادي الاهلي على ملعب المباراه هيكون في تمام الساعه 6. يعني زي ما باكد لحضرتك ان شاء الله ان شاء الله من اللي احنا شايفينه من اللاعبين في التدريبات اللي شايفينه النهارده واحنا على الطائره، لا في روح جديده في لعيب النادي الاهلي، في هدف ان شاء الله ان هم يصالحوا جماهير النادي الاهلي، وايضا يا كابتن اسلام ان هم يصححوا مسار الفريق في البطوله الافريقيه. كان ليا حديث طبعا مع الاستاذ طارق قنديل، قال لي الكابتن الخطيب بيتابع معايا كل كبيره وصغيره، الكابتن الخطيب بكل التفاصيل في كافه الامور، الكابتن الخطيب بيتابع كل الظروف الامور الخاصه ببعثه فريق النادي الاهلي وتوفير جو مناسب للفريق ان شاء الله في هذه المباراه. ننتظر نشوف ده مردوده في ارض الملعب باذن الله كابتن اسلام يوم الجمعه. خليني اقول لك ان المباراه هتكون السادسه بتوقيت القاهره، الخامسه بتوقيت الكاميرون. طيب يكون الجو ظبط شويه. يكون الجو الدنيا ظبطت شويه يعني احسن طبعا من الساعه 3 ظهرا، لكن في النهايه كل التوفيق يا فاروق، ويعني لو في امور اخرى احنا لسه قاعدين شويه، فلو في اي حاجه اخرى وتعمل وحابب تعمل معانا مداخله عشان نطمن على الفريق. عموما انا بشكرك جدا يا فاروق على وجودك معانا، وبالتالي عرفنا الشكل العام اللي بيمر او بتمر بيه بعثه النادي الاهلي. الحمد لله الامور جيده، كل اللي سامعينه او كل الاخبار اللي جايه ان هناك حاله كبيره من التفاؤل، ربنا يكرمنا. بس الواحد مش عايز يتكلم مثل هذا الكلام، ولكن خلينا نشوف ده ان شاء الله يوم الجمعه، او خلينا ننتظر ده لغايه يوم الجمعه اللي جايه يا كابتن هاني، ونشوف ده على ارض الملعب، ما يبقاش كلام وخلاص. اكيد اكيد طبعا. وكمان احنا الماتش الاولاني مع
مع القطن الكاميروني. يعني احنا برضو شفنا الفرقه، يعني الفرقه برضو مش اللي هي كلاس ايه، يعني هي فرقه جامده جدا، لا فرقه عاديه جدا، وانت يعني المباراه اعتقد ان هي هتبقى في المتناول، لكن هو المشكله كلها ان انت بالعكس انا بشوفها مباراه صعبه. هي صعبه عشان احنا الموقف بتاعنا، يعني الموقف بتاعنا انت خارج من هزيمه برضو. لا وخلي بالك برضو الضغط على اللاعبين او الضغط على النادي الاهلي من خلال فتح المدرجات أكيد وان المدرب هيمشي لو اتغلب، وانه مكافئات عاملين مكافئات ثلاث اضعاف او اربع اضعاف العادي، وهم يعني هم كمان ما لهمش اي امل في اي حاجه، هم عايز يكسبوا خلاص. هو بيلعب النادي الاهلي، بيلعب بطل افريقيا، يعني عارف قيمه النادي الاهلي كويس جدا، وعارف ان المباراه دي ناس كتير قوي في افريقيا بتشوفها. انا كلاعب لما اجي العب النادي الاهلي اكيد يعني هعمل اقصى جهد عندي في المباراه ان انا الناس كلها تتكلم عليا، يعني مي بان انا مثلا ممكن اي حد في النادي الاهلي يشوفني كويس زي ما شفنا قبل كده في مكسيوني وشفنا مع كذا لعيب. النادي الاهلي ليه ما لعبش في النادي الاهلي؟ حلم لاي لعيب في افريقيا انه يلعب في النادي الاهلي. فدي حاجه، دي فرصه للعيبة القطن او لعيبه اي فرقه ثانيه في افريقيا ان هي تسوق نفسها بشكل كبير في مباراه كبيره زي دي ومتشافه. يعني طبعا موضوع الجماهير اكيد طبعا، ادينا شفنا برضو مباراه سان داونز والقرار اللي خدوه فتح المدرجات مجانا، وقد ايه المباراه كانت مهمه بالنسبه لهم طبعا، وقدروا يحققوا المراد من المباراه. عايزين لعيبه الاهلي لازم عارفه ان المباراه دي مباراه مصيريه زي ما اتكلمنا، وقلنا ان المباراه دي هي اخر امل ليك، لان انت بعدها جالك الهلال، والهلال بينافس على الصعود، يعني انت والهلال يعني يا انت يا الهلال اللي هيصعد. فمباراه الهلال بالنسبه لك لو قدر الله حصل حاجه في مباراه القطن فهيبقى الموضوع صعب جدا، يعتبر يعني شبه مستحيل ان انت تصعد. لا ولو انت لا قدر الله حصل تعادل او بالظبط من القطن لا خلاص انت بره بالظبط. فيعني انت لازم المباراه دي خلاص انت اخر امل ليك، فلازم اللعيبه يبقى وصل لها ان انت خلاص المباراه دي زي نهائي بالظبط، نهائي مبكر، اللعيبه كلها لازم تركز بشكل كبير جدا. الاجواء المحيطه بيك هتبقى صعبه جدا، هتلاقي لعيبه مركزه، هتلاقي مدير فني مركز، هتلاقي جماهير بتشد من ازر فرقتها بشكل كبير، زي ما فاروق قال درجه الحراره ممكن تبقى عائق بالنسبه لك، لان احنا برضو هنا بالنسبه لنا احنا في شهر 3 يعتبر برضو اواخر الشتاء، لكن الموضوع كله في ايد لعيبه النادي الاهلي، وان شاء الله يكون الفوز حليفهم ان شاء الله باذن الله. كيف يمكن الخروج بقى، نرجع مره اخرى للنواحي الفنيه شويه، كيف يمكن الخروج من مثل هذه المواقف؟ بمعنى ان انا مغلوب ويعني الناس كلها يعني زعلانه مني، انا كلاعب كيف اخرج من هذا الموقف؟ لازم دور الكباتن الفرقه كابتن اسلام في الوقت ده، كباتن الفرقه في الوقت ده لازم يبقى لها دور كبير جدا، لازم يبقى في قعدات كتير مع اللعيبه، لازم يعرفوا ان النادي الاهلي ما ينفعش ان هو يبقى موجود في بطوله افريقيا ويبقى مهدد ان هو يخرج من دوري المجموعات. دي بتحصل نادرا بشكل كبير، ان انت النادي الاهلي عمره ما شفنا النادي الاهلي بيطلع الا كل فين وفين تقريبا مره او اتنين او ثلاثه بالكتير، لكن دي حاجه هتتحسب عليهم مش ليهم، ان انت لما في الجيل بتاعك ده بتخرج من بالشكل ده، لكن اعتقد ان هي هتبقى حاجه في مسيرتك مش حلوه. لكن الناس بتفتكر برضو الحاجات الكويسة، انت وصلت مثلا مرتين او ثلاث مرات في بطولة كاس العالم للأندية، دي حاجة كويسة الناس كلها بتتكلم عليك، فلازم الاستمرارية اللي انت لازم تأدي بشكل كويس، ولازم ما دام عودت جماهير النادي الاهلي ان انت دايما بتوصل فاينل بطولة افريقيا وبتوصل كاس عالم للأندية، فده الطبيعي بتاع النادي الاهلي، وده الطبيعي بتاع ادارة النادي الاهلي والاستراتيجية اللي النادي الاهلي شغال بيها، لكن غير كده مش مقبول. اديك شفت اتكلمنا الهجوم الكبير اللي حصل على اللعيبه، اعتقد ان ده يكون دافع ليهم، ان انتوا لازم اكيد بتشوفوا السوشيال ميديا وكلكم متابعين السوشيال ميديا بشكل كبير، ده لازم يكون دافع ليكم، ويكون المردود بتاعكم اكبر من كده ان شاء الله في المباراه دي. المباراه الاولى امام القطن الكاميروني، يمكن الهدف الاول بتاع محمد شريف في الدقيقتين ثلاثه الاولى، وبالتالي ده سهل الموضوع شويه، او مش سهل، حطك في المباراه من بدري يعني. فكيف ترى بقى البدايات في مباراه القطن هناك في ظل اجواء زي ما سمعنا اجواء حاره شويه؟ ده ليس مبررا لاي شيء، لان احنا متعودين او من المفترض ان احنا نكون متعودين على مثل هذا الامر. اعتقد مستر كورر لازم يكون مجهز المباراه دي بشكل كبير بالاستراتيجيه اللي هيلعب بيها، ان انت اعتقد ان هو 90% ممكن يضغط من قدام على اساس ان هو يخلص المباراه من بدري، ما يديش فرصه او امل لفرقه القطن ان هي تدخل معاك الجيم. الاستحواذ طبعا
طبيعي لازم يكون الاستحواذ للنادي الاهلي في المباراه دي، التحرك من غير كوره في كابتن الاسلام في الماتشات دي مهم جدا. برضو اهدار الفرص، شفنا برضو ماتش سان داونز برضو كرة جت لكهربا وكرة جت لبيرسيتاو اللي جت في العارضة دي، كانت ممكن تخيل لو نتيجة 5-4 مثلا، تتخيل كان طبيعي كان ممكن ان انت تتعادل وتكسب، ايه المشكلة؟ مفيش مشكلة خالص، مفيش مشكلة. لكن حتة برضو لسه بنعاني برضو من حتة اهدار الفرص دي شوية. بما انك نجم كبير وراجل يعني من المهاجمين اللي في مصر اديت بمستوى رائع الحقيقة، لكن المشكلة بتبقى ايه؟ في خلق الفرص ولا في عملية انهاء الهجمات؟ يعني انت شايف مشكلة النادي الاهلي في مثل هذا الامر ايه؟ لا، انهاء الهجمات طبعا، لان انت خلق الفرص ده انت بتوصل، انت بتوصل وبتضيع، يبقى خلق الفرص دي موجودة. بس دي بتاعت مش مشكلة مين؟ دي بتاعت لعيبة طبعا، بتاعت لعيبة، ده ما فيش فيها كلام، بتاعت لعيبة. انت انا كمدرب او مثلا كلعيب معاك في الفرقة، انا مهمتي ان انا اوصلك لحد اخر نقطة في الهجوم، اللي هي ان انت تقدر تحرز منها هدف. لكن انت عندك مشكله فيها دي برضو، يعني ليها عامل برضو مع المدرب، ان انت لازم تشتغل برايفت مع اللعيب بتاعك، ان انت عنده مشكله فيها لازم تشتغل معاه فيها. لو انت ما عندكش حد مخصص في الموضوع ده، ممكن تجيب حد، يعني احنا شفنا كذا حد اتكلم في القصه دي، انديه اوروبا كلها بتعمل كده، ممكن تجيب حد مثلا يكون موجود، كان موجود في النادي الاهلي واسم كبير وكان هداف للنادي الاهلي، ايه المشكله اما تجيبه مثلا فتره معينه يقدر يشتغل تخصصي مع المهاجمين؟ وليه فتره يفضل موجود على طول؟ لا يعني دي تبقى من السمات اللي موجوده في الفريق. بس خلي بالك، هل من الممكن ان يكون المدير الفني رافض لمثل هذا الامر؟ ما هو خلي بالك، انا كاداره نادي، احنا هنا هنتكلم تمام على افتراضات بتحصل، انا كاداره نادي هل انا ممكن ما ينفعش افرض عليك حاجه طبعا، لكن ينفع اقول لك ان انا عندي هاني العجيزي، عندي عماد متعب، عندي عايز ولا مش عايز؟ بالظبط، دي حاجه مهمه طبعا. لكن انا شايف ان الاجانب ما عندهمش مشكله في القصه دي، لكن لو مدرب مصري اقول لك يعني عارفين المدرب المصري بيبقى مش عايز حد يتدخل. لا لا، انا متاكد من اللي بقوله، المدرب المصري ممكن ما يحبش. والله انا لو مدرب انا هختار لكل اللي بتاع لازم. ما طبيعي طبيعي، يعني انت اكيد يا كابتن اسلام، انت كمدير فني مش هتقدر ان انت تبقى تلم القصه كلها في صحيح بنفسك. او التخصصات بالظبط. لكن انت لما هو اسمه ايه؟ هو اسمه جهاز ايه؟ جهاز مساعد. يعني الراجل ده ان احتاج الناس اللي معاك دي عشان تساعدك، عشان تساعدك وتهيئ اللعيبه دي ان انت توصل لاعلى فورمه للماتشات، يبقى جاهزين كلهم للماتشات. فانا دلوقتي انت مثلا سي اي مدرب في مصر عنده مثلا في الجهاز بتاعه واحد فرويد، مش هقول انا مثلا اي حد كان مثلا بيلعب في نادي الاهلي ولعب وجاب جوال وبتاع والكلام ده، ايه المشكله ما تستغله تحاول تشغله مع المهاجمين؟ صحيح، لا ممكن جدا، يعني ده سهل جدا. انا بقول لك صح، ولكن في حاله النادي الاهلي، يبقى انا ما اعرفش بره في الانديه حتى في مصر هنا، انا ما اعرفش بيعملوا ايه، ولكن انا افهم في النادي الاهلي ايه، انا كاداره من حقي ان انا اعرض عليك بالظبط، لكن انت كمدير فني من حقك ان انت ترفض أو توافق على الامر. صح. ممكن تقولي لا انا عايز لكل لعيب واحد مساعد مثلا. صح. يعني صح. مش هيحصل. لكن انا بقول لك ممكن. طب ممكن تقولي لا انا مش بره عايز. بره في اوروبا ممكن اقول لك ان يعني في فرق بيبقى عندها لكل خط مدرب. حبيبي انا في ليفربول لما راحوا عشان الثلاث شهور بتوع التلج، ف يورجن كلوب مش فاكر كان ليفربول ولا تشيلسي، المهم واحد من الانديه الخمسه الكبار توب فايف يعني، هعرف افتكر مين واقول لك. عشان الثلاث شهور بتوع التلج، فلقى فيهم معدل اصابات اللعيبه بتزيد. فمش اصابات عضليه، ولكن لانه بيعملوا تاكلينج بطريقه خطا. جاب واحد من الفرق اللي بتلعب على التلج دي متخصص في الحاجه، في ازاي تتزحلق تنزل على الارض لمده شهر. دي بقى ممكن مش عيب. لا مش عيب، هو انا عايز هاني العجيزي علشان يقول لي اعرف اتزحلق ازاي. صح. نسبه الاصابات نزلت عنده بنسبه من 70-80%. انا هحاول اجيب التقرير ده دلوقتي بس عشان انت على الانترنت واوريه لك، لان انا قريته فانا استعجبت للدرجه دي. الناس بتبص لهذا، انا قريته من سنه تقريبا. ودي ممكن على فكره الناس تقول لك دي حاجه هايفه، ان يعني هو لكن انت قلل الاصابات بنسبه. احنا بنتكلم في الاصابات العضليه ماشي، لكن هي مش عضليه. هي اصابات بسبب هو المدير الفني ذكي لاحظ. صح. وقال لاداره النادي انا عايز، جابوا له حاجه اتحسب له، حاجه اتحسب له فعلا ان هو يكون عنده قوه ملاحظه. لا يعني لو كده بالظبط، لكن في مديرين فنيين يقول لك لا انا مش عايز. بالظبط. لكن لما يكون انت بقى عندك مشكله كبيره ان انت مش عارف تجيب جول، ده دي اكبر مشكله ممكن تقابلك كمدير فني. فانا شايف ان زي ما انت حضرتك قلت يا كابتن سامي، دي حاجه مهمه جدا،
جدا جدا جدا، ان انت بقى لنا فتره بنعاني من القصه دي من ساعه ما كنا في كاس العالم للانديه واحنا المشكله دي موجوده عندنا. لازم يبقى في تحرك، لازم حتى زي ما انت حضرتك قلت الاداره هي اللي تلفت نظر مستر كوره، تقول له تقول له احنا كان عندنا وعندنا عندنا كان عندنا لعيبه جامده ولعيبه كويسه، ويبداوا يعرضوا على. هل انت عارف انهم عرضوا ولا معروض؟ النادي الاهلي بيبقى دايما ممكن داخل الغرف المغلقه في امور بتحصل أكيد. ولكن يعني في حاجات بيتم الاعلان عنها وفي حاجات طبعا. لا يتم اكيد اكيد، بس احنا بنتكلم اللي احنا شايفينه او اللي احنا شايفين. انا ما اعرفش يعني عشان ما حدش ياخد على لساني يقول ان انا اقول انا ما اعرفش، انا بقول يعني قد يكون حدث وقد لا ممكن. فاحنا بنتكلم برضو في حاجه مصلحه، مصلحه الفرقه ومصلحه اللعيب اول ومصلحه النادي طبعا في كل حاجه، ان احنا شايفين حاجه فيها مشكله فاحنا بنتكلم فيها طبعا طبعا. بس فالناس تاخد بيها او الناس ما تاخدش بيها، دي حاجه طبعا ترجع للاداره وهم شايفين الانسب ايه والصح ايه. بس لكن الاقرب في لان احنا مره كنا مع بعض من اسبوعين ثلاثه كده واتكلمنا عن قيمه الفرصه. احنا طول الوقت اللي فات كل الضيوف اللي بيبقوا معايا بيتكلموا عن قيمه الفرصه، ان احنا مباراه زي الداخليه خليني اكلمك في مباراه هنا في الدوري تعادلت معاهم الداخليه تعادل مع النادي الاهلي في الدقائق الاخيره وهم 10 لاعبين وناقصين واحد، لانه قيمه الفرصه قبلها 3 4 5 فرص انت رايح تجيب جون بتضيع قيمه الفرصه صح. اللي انت بتتكلموا صح. عنها دايما صح. بتترد عليك بهدف صح. خلي بالك يا كابتن سامي، مشكله مش في النادي الاهلي بس، مشكله في مصر عامه. عندك مشكله كبيره في الاسترايكر الهداف صحيح، هو بيعرف يجيب جول من نص فرصه، دي ما بقتش موجوده خالص صحيح. ما بقتش موجوده خالص، يعني في مشكله فعلا كبيره في النقطه دي. واعتقد ان النادي الاهلي يعني زي ما اتكلمنا، ويا رب يا رب يكون الناس وصل لهم الكلام بتاعنا ده ويحاولوا ان هم يصلحوا من الموضوع ده ويحاولوا يشوفوا ايه الافضل وايه الاحسن لتطوير المهاجمين في النادي الاهلي. خلي بالك النادي الاهلي دائما ما بيبقى حريص على التطوير الدائم، ودي حاجه تبقى اول مره حد يعملها، يعني اول مره حد يعملها في مصر. طبعا عارفين النادي الاهلي سباق طبعا، ولكن احنا دايما النادي الاهلي الاداره في النادي الاهلي دايما لا تجبر طبعا، مش طبعًا يعني انا بتكلم بشكل عام ادارات طبعًا. النادي الاهلي بشكل عام من 1907 حتى الان لا تجبر حد على حاجه، اي مدير فني في اي لعبه خلي صح بالك صح. مش في الكوره بس صح. انا بعرض عليك حضرتك عايز اوكي، مش عايز بتقولي لا. طيب على مستوى خط الوسط شايف مين اللي ممكن يعني يلعب بثلاثه في وسط الملعب في مباراه القطن، ولا يلعب باثنين فقط ويلعب مثلا بواحد زي قفشه، واحد زي قندوسي، قندوسي السليه موجود برضو اعتقد ان هو جاهز. لا لازم يلعب باثنين الماتش ده، لازم يلعب باثنين بقى، يلعب باثنين. هو بيلعب في العادي باثنين، هو في العادي وحتى ماتش سان داونز تقريبا القندوسي كان بيلعب يعني بيقوم بالمهام بتاعه 10 بشكل كبير اكتر من 8 يعني، لكن القندوسي احنا عارفين هو لعيب كويس ويقدر يهم بالدور ده بالظبط، هجوميا ودفاعيا. هو ما شاء الله لسه صغير في السن وعنده باور وكورته حلوه، فاعتقد ان هو يعني 90% هيبدا بالقندوسي، وممكن يعني غالبا يا ديانج يا حمدي فتحي، ممكن السوليه يشترك ما دام ديانج. احنا شايفين برضو ديانج الفتره اللي فاتت يعني قل شويه لحد ما برضو حقيقي. لا حقيقي يعني طبعا، نتكلم بصراحه نتكلم بصراحه لحد ما لحد ما برضو حاسس ان هو مش في الفورتمر بتاعه بالظبط، او مش مركز. ممكن يكون الكلام الكتير اللي حصل حته ان جاي له عقود احتراف او ده وارد وده طبيعي وده من حقه، لكن الكلام ده المفروض ان انت تفصله عن الملعب. يعني انت المفروض ان انت بتنزل الملعب، انت لعيب محترف، المفروض ان انت نازل الملعب خلاص ده شغلك وده اكل عيشك، والحاجات الخارجيه العقود والكلام ده وعقود الاحتراف دي بتبقى في وقتها في اخر السيزون اللي بنتكلم فيها مفيش مشكله صحيح. لكن اعتقد ان الراجل هيبدا يلعب باثنين وقدامهم 10 ان شاء الله. عموما هنكمل كلامنا مع كابتن هاني العجيزي، ولكن خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن تحفز النادي الاهلي للعوده مره اخرى للمسار الصحيح، ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. يختتم الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي استعداداته غدا لمواجهه القطن الكاميروني في الجوله الخامسه من منافسات دور المجموعات ضمن بطوله دوري ابطال افريقيا التي تقام في السادسه مساء الجمعه بمدينة جاروا. ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على القطن الكاميروني من أجل التمسك بآماله في الصعود لدور الثمانية ببطولة إفريقيا التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها برصيد 10 ألقاب.
ويطمح الأهلي في تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث منتظرا نتيجة المباراة الأخرى بين الهلال السوداني وصن داونز الجنوب إفريقي. وحرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تجهيز لاعبيه لخوض المباراة، كما عقد أكثر من جلسة مع الجهاز المعاون للاستقرار على الطريقة الأنسب لخوض المباراة بعدما عكف طوال الأيام الماضية على دراسة المنافس جيدا من خلال مشاهدته للعديد من لقطات الفيديو لفريق القطن. كما قام كولر بالاجتماع بلاعبي الأهلي لتحفيزهم ورفع الروح المعنوية لهم من أجل اقتناص نقاط المباراة من القطن الكاميروني الذي يتسلح بعاملي الأرض والجمهور، فيما تعهد لاعبو الأهلي على طي صفحة الماضي والتركيز فقط من أجل الفوز في المباراتين القادمتين أمام القطن في الكاميرون والهلال السوداني في الجولة الأخيرة التي ستقام في القاهرة. وتسود حالة شديدة من التحدي بين الجهاز الفني ولاعبي الأهلي بشأن إمكانية تحقيق الصعود للدور القادم في دوري الأبطال، وهو الهدف الذي جعل الفريق يتدرب بمنتهى القوة خلال الأيام الأخيرة. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى. هاني، برضو على الجانب الدفاعي عندنا مشاكل واضحة دفاعية. فعلا كان في مشاكل في الماتش الأخير ماتش الفترة اللي فاتت الفترة اللي فاتت بشكل فعلا، يعني ماتش برضو ريال مدريد كان في مشاكل، ماتش فلامينجو كان في مشاكل، ما اعرفش إيه من عدم السبب. تركيز ممكن يكون ضغط المباريات، لانه خلي بالك دائما ما بتبقى طول الوقت بتبقى في مباريات، لكن الفترة الأخيرة اخر خمس دقائق او اخر 10 دقائق مفيش تركيز، خش فيك جونين وثلاثه ازاي معاك كلها على فكره يا كابتن اسلام. عدم تمركز، عدم تمركز يعني، صحيح برافو عليك. عدم تمركز بيبقى في وقفات غلط، حته الضغط بتبقى توقيتها غلط. انا شفنا جول تقريبا الجون الثاني او الثالث، تقريبا الثالث بتاع سان داونز، الضغط بتاع علي معلول كان مبالغ فيه بصراحه، ساب مكانه وراح ضغط على الراجل، مش مفروض ان انت اللي تروح، يعني كان في واحد وراك، الكره اتلعبت للراجل وبقى انفراد. لكن الحاجات دي بالنسبه للمدافع كابتن اسلام بتبقى حاسس ان هي بتبقى ضغط مباريات، او صحيح، في بيبقى لود عليك في التركيز بتاعك، فبالتالي بتغلط كتير طول ما انت مضغوط، بالذات للمدافع. يعني المهاجم مش مشكله، المهاجم ممكن يقول لك انا ممكن العب كل ماتش كل يوم ماتش، بس ما دام بجيب جوال والدنيا ماشيه وعايز ابقى العب موجود في الملعب فالدنيا ماشيه. لكن المدافع كتر الضغط عليه، كتر المباريات دي بيسبب عدم تركيز، اخطاء واضحه واخطاء مش متوقعه. يعني احنا لما بنيجي نتكلم مثلا على عبد المنعم، بنتكلم على ياسر ابراهيم، بنتكلم مثلا رامي. بالظبط، فالناس دي المفروض ان هي لعبت كتير وعندها خبرات كتير جدا، لما يجي يخش فيك جول وانت في التمركز بتاعك مش صح، فدي بتبقى اكيد حاجه غصب عنك، مش حاجه بنقلل منك او ان انت عندك مثلا مشكله فنيه، لا دي اكيد من ضغط المباريات. وبرده الضغط العصبي بتاع الموقف في الفرقه، موقف الفرقه برده لازم نقول ان عامل لود على اللعيبه، فلازم اللعيبه تتعود على المواقف اللي زي دي، ودي تجارب، اديك بتمر بتجارب بيزود تركيزه بقى. بالظبط، بيزود تركيزك طول ما انت بتضغط اكتر، لازم ان انت تركيزك يبقى اكتر، بتشوف ايه اللي بيفوقك، ايه اللي بيخليك في الجاهز دايما للمباريات. فيا رب يا رب ان الموضوع ما يطولش معاهم، واعتقد ان شاء الله يعني المباراه الجايه دي نحاول ان احنا نقدم بشكل كويس مباراه كبيره، ونحاول ان احنا استعد بقى نقفل صفحه القطن دي ونرجع ان شاء الله على مباراه الهلال. مباراه مصيريه، انا شايف ان هي بالنسبه لي انا مباراه مصيريه على العامل النفسي اكتر ما هي فنيا، يعني بالنسبه لي نفسيا طبعا، المواقف اللي حصلت في هناك والمواقع اللي بتكتب على النادي الاهلي، هم مركزين مع النادي الاهلي اكتر مركزين مع فرقتهم، ما اعرفش ليه بصراحه، حاجه غريبه جدا، مع ان النادي الاهلي بيتعامل مع كل الانديه دي باحترام، يعني عمرنا ما شفنا النادي وسنظل نتعامل بهذا الاحترام لكن طبعا، لكن ما بقاش رد الفعل كده، يعني يمكن ممكن يكون هم بينافسوا فهم مش مصدقين نفسهم ان هم بينافسوا، والله عارفين ان هم النادي الاهلي ممكن يخرجوا النادي الاهلي، والنادي الاهلي برده مش متعودين ان هم النادي الاهلي يخرج، فالحاجات دي كلها طبعا طبيعيه وشرعيه. لكن يعني انا المباراه دي بالنسبه لي عايز اقفل مباراه القطن ان شاء الله يوم الجمعه، ونبدا نركز بقى، عندك اسبوع كامل تقدر تشتغل فيه وتيجي من السفر وتعمل ريكفري بتاعك وتبدا تستعد إيه بشكل كويس، والمباراه دي تبقى نهائي بالنسبه لك، يعني بغض النظر انت صعدت او ما صعدتش، لكن المباراه دي انا شايف ان هي مباراه نهائي للعيبه قبل ما تكون لاي حد تاني.
اتمنى ان يكون كل اللي ده وصل للعيبه، لانه الحقيقه اللاعبين مش هتقول لي كل شويه اللعيبه، ايوه اللعيبه عليهم دور كبير جدا جدا في مثل هذه المباريات. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق في المباريات القادمه. الحقيقه بعيدا عن الاجواء الافريقيه والمباريات الافريقيه، يعني خبر الحقيقه نور في وسط اللي بيحصل، خبر النظام الجديد لكاس العالم للانديه وضمان الاهلي مشاركته. بتشوف خبر زي ده في 2025؟ يعني بتشوف خبر زي ده ازاي؟ وايضا الفيفا اعلن رسميا ان هو ان الفرق الرسمي او اعلن بشكل رسمي الفرق اللي هتشارك في 2025 منهم النادي الاهلي. ما هو الخبر ده بيزعل ناس كثيره يا كابتن اسلام بصراحه. يعني طبعا انت ما دام بتتعب يا كابتن اسلام ربنا بيكافئك انت. يعني انا شايف ان بصراحه يعني 75 80% من ان انت تدخل البطوله دي تاني بالشكل ده او بالنظام ده من عند ربنا وبرده يرجع لمستر موسيماني زي النهارده. بالظبط، يرجع لمستر موسيماني بصراحه. برده الراجل ده عمل طفره في بطوله 21. بالظبط، عمل طفره في النادي الاهلي في الفتره دي، وخد بطولات مع النادي الاهلي وعمل شكل كويس لاداء النادي الاهلي على المستوى البطولات وعلى المستوى ممكن يكون فيه كان بعض المشاكل، ما فيش حد كامل، ممكن يكون في بعض المشاكل في الفنيات، لكن ما فيش حد بنجتمع، ما فيش الناس كلها ما بتجتمعش على شخص حقيقي ان هو يكون عنده كل المقومات النجاح، لكن الراجل ده برضه اتحارب، والناس فعلا والناس كلها عارفه ان هو اتحارب بشكل كبير واتظلم. مش هنقول ان النادي الاهلي اللي ظلمه، لا، اتظلم ان السوشيال ميديا كانت عامله ضغط كبير جدا جدا عليه في الفتره اللي كان موجود فيها، وما قدرش والحمد يعني سبحان الله، يعني حقه بيجي دلوقتي ان هو الراجل، لا الراجل كان عامل فرقه كويسه وكان عامل انجازات كتير جدا مع النادي الاهلي وثمارها موجود لحد دلوقتي. يعني انت خدت بطوله 2021 بعدها باربع سنين هتشارك عشان خاطر انت خدت البطوله دي، فاعتقد ان دي حاجه كويسه للنادي الاهلي وحاجه تكون فرصه ان اللعيبه تركز بقى الفتره دي ان شاء الله اللي جايه، ويحاولوا ان هم عارفين ان هم عندهم بطولتين قبل 25 لازم برضو تنافس بشكل كويس ولازم تأدي بشكل كويس، وان شاء الله يبقى موجودين الثلاث سنين اللي جايين ان شاء الله في البطوله. يعني امام حضراتكم الانديه التي ستشارك بشكل مؤكد، ده الصفحه الرسميه. زودوا عدد الانديه بالظبط الاتحاد الدولي لكره القدم، بقت قويه جدا يا كابتن اسلام، يعني ريال مدريد وتشيلسي والهلال والاهلي، فهتبقى كل اربع سنين بتبقى بطوله قويه جدا يعني. فبالتالي الاهلي مصر دوري ابطال افريقيا 2021، فبالتالي مبروك. الاهلي تاكد رسميا ان هو هيلعب هذه البطوله. في الدوري السنه دي شايف شكل المنافسه ازاي؟ يا تقريبا المنافسه يعني خلاص، انا شايف ان 80% النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله، يعني انا بشوف لسه بدري قوي، لا مش بدري حاجه، بس الارهاق اللي موجوده واللي بيحصل، اعتقد ان لا قدر الله والنادي الاهلي حصل له حاجه بتقطع الفكره، مفيش بديل عن ان انت تاخد الدوري العام، وده المفروض ان هو اقل حاجه ان انت تتصالح بيها جماهير النادي الاهلي. وحتى لو كملت في بطوله افريقيا باذن الله نكمل ان شاء الله، اعتقد ان برضو بطوله الدوري دي حاجه معروفه ان النادي الاهلي يعني ليها حساب خاص يا كابتن اسلام، ان انت بقالك سنتين ما خدتهاش، فالسنه الثالثه على التوالي دي هتبقى مشكله كبيره جدا جدا جدا. فلازم اللعيبه تبقى عندها برضو تتخيل النادي الاهلي ممكن ما ياخدش ثلاثه دوري في ثلاث سنين ورا بعض، دي كارثه. فاعتقد ان هم عندهم الموضوع ده ووصل لهم الفكره دي، ان انت بطوله الدوري دي ما فيش فيها خلاف، يعني لازم ان شاء الله باذن الله لازم البطوله تبقى موجوده في النادي الاهلي. المنافسه يعني شايف ان في فرق كويسه دلوقتي بتأدي بشكل كويس، عندك الاتحاد فيوتشر بيقدم المستوى هايل بصراحه، بيراميدز والزمالك كلهم الناس دي كلها قريبه من بعض، لكن النادي الاهلي لو كسب الماتشات المؤجله بتاعته هيبقى تقريبا فرق اكتر من 10 نقاط او 12 نقطه، اعتقد الموضوع هيبقى سهل بالنسبه لعيبه النادي الاهلي. عموما خلينا نشوف ايه اللي هيحصل في الدوري العام، وننتظر ان شاء الله ماذا سيحدث في البطوله الافريقيه ان شاء الله يوم الجمعه القادم في مباراه القطن الكاميروني. بشكرك جدا هاني على تواجدك معانا، شكرا جزيلا حبيبي، دايما بنستمتع بوجودك، وانا سعيد ان انا موجود مع حضرتك، ربنا يخليك. شكرا جزيلا للنجم كابتن هاني العجيزي. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل احمد ثابت وكريم سعيد في ضيافه البيت الكبير.